إن 7:30 مساء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية من المستقبل مستهلة بالعناوين مع هنادي زيدان. مساء الخير مشاهدينا الكرام وإلى عناوين النشرة. بدأ القانون مش هين أبدا. المشنوق سنخوض الانتخابات بلوائح مكتملة في كل لبنان، والجراح يؤكد أن تأجيل الانتخابات غير وارد. بعدما تكللت الجبال بالأبيض موسم التزلج ينطلق. عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عدن، والرئيس اليمني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. شو عملت؟ بشجاعتك فيك تمنعي انتهاك حقوق الإنسان. شو بيك؟ تعلم مون. شو بيك؟ تعلم مون. بس من سابع المستحيلات تقدري توقفي شبكة للإتجار بالبشر. أمنك الشخصي فيك تعمله، بس الأمن العام، الأمن العام هو بيعمله. اليوم صار فيك تستخدم أي بطاقة مصرفية بمراكز الأمن العام وتساهم بتحسين الأمن وتطوير الإدارة. أهلا بكم. أقل من 100 يوم يفصلنا عن 6 أيار، التاريخ الذي سيحيي فيه اللبنانيون تقليدهم الديمقراطي الأرق وهو الانتخابات النيابية. ماكينات الأحزاب والقوى السياسية بدأت العمل، والأجواء الانتخابية بدأت تمد المدن والقرى بالحماوة الأولية رغم موجة الصقيع والبرد التي أطلت بقوة للمرة الأولى هذا الموسم. الجديد اليوم إعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن تيار المستقبل ستكون له لوائح مكتملة في كل لبنان بوجه فائض الغلبة في الترشيحات، وهو أكد أن لا شرعية لسلاح حزب الله إلا ضمن استراتيجية دفاعية وطنية بوجه العدو الإسرائيلي فقط. أما في التحركات فلقاء مسائي يجمع الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جملاط. ومن بيت الوسط ينضم إلينا مراسلنا شربل عبود. شربل، ماذا عن اللقاء المرتقب إذن بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط؟ يعني هنادي كما ذكرتم في مقدمة نشرة، 100 يوم تفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة، وبالتالي حركة اللقاءات السياسية ستزداد في هذه الفترة. هذا المساء يلتقي بعد قليل رئيس اللقاء الديمقراطي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري هنا في بيت الوسط. من المتوقع طبعا أن يشمل البحث موضوع الانتخابات النيابية وما سيسبقها من تحضيرات، إضافة إلى الأوضاع الراهنة والمستجدة على الساحة السياسية. رئيس اللقاء الديمقراطي كان قد زار رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس وعرض معه أيضا التطورات ودعا إلى التنبه إلى الموضوع المالي والاقتصادي، وقال أن التحالفات مع الرئيس بري محسومة لكن مع الغير لم تحسم بعد. إذن يعني هذه الحركة تأتي ضمن أو هذا اللقاء يأتي ضمن الحركة التي تنشط خصوصا في الأشهر القليلة المقبلة قبيل الانتخابات النيابية، ومن المتوقع كما ذكرت أن يشمل البحث كافة التطورات المطروحة على الساحة المحلية. على كل طبعا سنقوم بنقل مباشر في حال إدلاء النائب جنبلاط بأي تصريح بعد لقائه الرئيس سعد الحريري. نعم، شكرا لك شرب العبود من بيت الوسط. وفي الملف الانتخابي أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن لوائح تيار المستقبل ستكون مكتملة في كل لبنان، ولن نسمح لفائض الغلبة في الترشيحات أن يصل إلى مبتغاه. وفي حفل تكريم محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي أوضح المشنوق أن سياسة ربط النزاع مع حزب الله مؤقتة، معتبرا أن التسوية لا يقدم عليها إلا الشجعان وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري. لوائحنا مكتملة في كل لبنان بوجه فائض الغلبة في الترشيحات، هذا ما جاء في كلمة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال تكريم محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي في مأدبة فطور أقامها الحاج أحمد ناجي فارس في رأس النبع بحضور مفتي الجمهورية اللبنانية شيخ عبد اللطيف دريان ومحافظ بيروت زياد شبيب وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية ودينية. وشدد الوزير المشنوق على عدم تصغير بيروت لأنها عاصمة لبنان ولها دور لبناني ومكانة عربية كبيرة كما تشكل حاجة للجميع. ما بيمنع بمسيرة أي سلطة أو أي حكومة وتحصل أخطاء
كلنا نعترض عليها، كلنا نجرب نغيرها، كلنا نجرب نعدل فيها، بس ما نعتبر انه هذه الاخطاء هي الاساس وهي القاعده وهي المسار وهي المصير. لا ابدا، هي لا مسار ولا مصير ولا قاعده، هي استثناء. قادرين اهل بيروت وكل اللبنانيين المعنيين بجمهور رفيق الحريري الله يرحمه وبتيار اللي بتزعمه الرئيس سعد الحريري انه يتصلح وانه يعود للطريق اللي بيريدوها الناس. هذا بلد قائم على الانتخابات، قائم على البرلمان، قائم على الحكم البرلماني رغم كل اللي عم بيصير، ولكن خلينا نكون اكثر موضوعيه ونكون اكثر هدوءا، نطول بالنا على بعضنا، وان شاء الله بعد الانتخابات بنكون وصلنا لجزء من الامان اللي عم نفتش عليه بتماسكنا. هذا القانون مش هين ابدا. الوزير المشنوق تحدث عن سلاح حزب الله مشيرا إلى أن لا شرعية له خارج استراتيجية دفاعية وطنية بمواجهة إسرائيل، كما نوه بالمحافظ مؤكدا أنه أحد الوجوه المشرقة والجميلة لشباب بيروت وقياداتها الشابة الذين يجب الأخذ بيدهم كي يكونوا في أفضل المراكز. سياسة ربط النزاع على بشاعته، مش هيك صالح؟ على بشاعته، ما حدا قال انها حلوة ابدا، بس بيقولوا تسوي قدر الشجعان، الجبنة ما بيقدر يعملوا تسوي. الشجعان اللي عملوا التسوي المؤقتي، برجع بقول المؤقتي، وعلى راسه الرئيس سعد الحريري، ما بيقدر ولا بريد ولا بيرغب انه يتخلى عن حقوق اي منه تحت اي ظرف من الظروف. اذا ما في استراتيجية كبيرة الدولة ومن ضمن السلاح وعنوانه الوحيد الدفاع في وجه اسرائيل، بيكون عم بيضيع وقته وعم بيضيع سنين وعم بيضيع تركيزه وعم بيضيع الاساس بهذا الموضوع. وكانت كلمة ترحيبية من الحاج كمال أحمد ناجي فارس ألقاها باسم والده شاكرا الوزير المشنوق على وفائه بوعده بأن يكون محافظ جبل لبنان من أبناء بيروت ومشيدا بكفاءة مكاوي. بدوره شكر المحافظ مكاوي الرئيس الحريري والوزير المشنوق على دورهما في تعيينه، ووعد وزير الداخلية أنه خلال أسبوعين ستكون كل المعاملات الإدارية في المحافظة قد أنجزت، مشيرا إلى أن زمن تصريف الأعمال في محافظة جبل لبنان قد انتهى. من جهته أكد وزير الاتصالات جمال جراح أن تأجيل الانتخابات النيابية غير وارد، وأشار إلى أن الرئيس الحريري هو من سيعلن عن التحالفات فور نضوج المشاورات مع القوى السياسية. الانتخابات النيابية في موعدها، هذا ما أكده وزير الاتصالات جمال جراح في حديث لتلفزيون مستقبل، والذي أشار إلى أن جميع القوى السياسية تستعد لهذا الاستحقاق. تأجيل الانتخابات غير وارد عند القوى السياسية الأساسية، جميعهم مصرين على إجراء الانتخابات بموعدها حسب القانون اللي نافذ هلا. مع العلم لو كان يمكن الجو السياسي أهدى شوي، ربما كانت بعض التعديلات ضرورية أنه تصير قبل إجراء الانتخابات، لكن ضيق الوقت والتوتر السياسي اللي كان بالبلد ربما أجهد هذه التعديلات أو أجل هذه التعديلات. لكن بالوقت الحالي الجميع القوى عم تستعد لإجراء الانتخابات بموعدها. تحالفات لحد الآن طبعا الرئيس الحريري راح يعلن شخصيا عن التحالفات عندما تنتهي المشاورات مع القوى السياسية، وبالتالي كل منطقة راح تعلن لوائحها، طبعا مرشحين تيار المستقبل بداية ومن ثم اللوائح بعد نضوج المشاورات مع القوى السياسية لتشكيل اللوائح. الجراح عمل أن لا يؤثر الخلاف بين رئاستين الأولى والثانية على الاستحقاق النيابي المقبل. من الكورة، أكد وزير الإعلام الحمرياشي أن الغيمة السوداء التي غطت العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل قد مرت.
وخلال لقاء سياسي نظمته القوات اللبنانية في بلدة كوسبة، قال رياشي إن هناك مفاوضات حثيثة لإعادة لم الشمل بين المستقبل والقوات، وهذه المفاوضات على قاب قوسين من أن تصل إلى خواتيمها السعيدة، وعلى أساسها لا يبقى ما هو سر بل سيعلن إلى كل الناس. بما يتعلق بالعلاقة مع تيار المستقبل، هي علاقة عمرها من 2005 لليوم تقريبا 12 سنة أو 13 سنة. هالعلاقة بتمرق بطلعات ونزلات، ولكن آخر غيمة كانت غيمة سودة شوي بس مرقت بإذن الله. ونحن بنعتبر أنه العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل هي العلاقة اللي بتشكل العمود الفقري للخط السيادي بلبنان، العمود الفقري الأساسي لحماية التوازن بلبنان، لأنه اليوم في عمليا ما في سيادة كاملة على أرض لبنان، ولكن في حضور لسياديين على أرض لبنان من أجل تحقيق السيادة الكاملة. بما يتعلق بالعلاقة مع التيار الوطني الحر، في نقاط خلافية بأمور عديدة، في نقاط متفق عليها بأمور عديدة، ولكن بشكل أساسي في اتفاق نيناتنا ملتزمين فيه. أولا المصالحة المسيحية وعدم العودة إلى الوراء وزمن الدماء أو الشتائم بأي شكل من الأشكال. ثانيا احترام حق الاختلاف وعدم تحويل أي اختلاف إلى خلاف، سواء كان صار في منافسة أو صار في تحالف في الانتخابات النيابية. الأهم من كل شيء أنه يكون تحت سقف المصالحة المسيحية المسيحية. رأى مستشار الرئيس سعد الحريري داود الصايغ أن السجال السياسي القائم لابد أن يحل عبر الحوار، وأشار الصايغ في مقابلة مع برنامج كلام بيروت إلى أن الرئيس الحريري يعمل على الخطين المحلي والدولي للنهوض بالاقتصاد. دولة القانون شو تعني بتفسير القانوني؟ انصياع الدولة للقانون، يعني مش أنه سوبر ماركت بنفتحه ومنجيب شو ما منا. عم نحكي عن أمن وعم نحاول نعالج مواضيع البيئة ومواضيع، لكن الأهم من كل ذلك، وهذا الموضوع اللي عم بيركز عليه الرئيس سعد الحريري أكثر شيء، واللي بس يتوجه للشباب أكثر شيء بيحكيه، هي فرص العمل. هو الوضع الاقتصادي وفرص العمل. هذا الموضوع إلغاء المذهبية ونبقى بالمناصفة والغاء الطائفية السياسية موضوع لا تسار حاليا على أبواب الانتخابات، فضلا عن أنه هيدي مواضيع خلافية عميقة، يعني بدها تنصار بأوقات في توافق على إسارتها، ولاش أن تسار في سبيل مثل ما بيقولوا تعلية السقف في هذا النقاش السياسي. مع انحسار المنخفض الجوي الذي حل على لبنان محملا بالثلوج، انتعش موسم التزلج وسط دعوات لاستثمار ذهب لبنان الابيض. التقرير لعلاء سرح. بعد ان تكللت جبال لبنان بالثلوج، انطلق موسم التزلج الذي ينتظره هواة هذه الرياضة من اللبنانيين والعرب والاجانب. فرذبيان عاصمة السياحة الثلجية كانت على موعد مع روادها. منصات التزلج هنا والفنادق فتحت أبوابها أمام زوارها للاستمتاع بممارسة رياضاتهم الشتوية. يعني خفيف شوي بس أنه أحسن من مشي. على أنتو هيدي أول مرة بتجي لهون؟ لا، ويكند الماضي كمان كنا هون. طيب بالنسبة لهديك السنة، هذه السنة كيف بتلاقوها أنتو؟ أكيد أخف بكتير. سنة الماضي يعني كنا بلشنا من ديسمبر بلشنا نشتغل. منا عطلة لا، هالجمعة أحسن بكتير من جمعة الماضي. مش زيادة، كانت تكون أحسن سنين، تأخرت إجا الموسم. إذا بتعلي شوي لفوق ببينوا الحجار على البيست ومش كتير فيك تلعب منيح. خبرني أنت هلا شو عم تلعب؟ بعمل تزلج. طيب انت خبرني، هالثلجات هلا انت هديك السنه شايفهم اكثر ولا هالسنه كانوا اكثر؟ هديك السنه اكثر. شو بدك تروح تعملي هوني؟ ديسانت لا بيست. طيب انت قد ايه صار لك بتلعبي هاللعبه؟ سنه سنتين؟ ايه بتكون.
ناطرين الطقس ليتفسح، رجينا عملنا سكي، ولادي كانوا عم يعملوا هلا وانجوينج اور تايم. طيب بالنسبه للطقس هالسنه انتم كيف شايفينه؟ لا اكيد مش مثل السنين اللي قبل، بس اتس فاين، يعني احنا عم نحاول نستغل اي دقيقه لحتى نقدر نطلع نكون بهالاجواء الحلوه هاي. طيب جايين تلعبوا انتم سكي هيديك السنه بالثلج كان اسمك؟ كان اسمك اكيد، الطقس كان افضل، الوقت ابكر، نحن شو صرنا ليت جانيوري، يعني ما بعرف اذا قديش حنقدر نرجع نطلع كل ويك اند، كم مره حنرجع نطلع. وزير السياحه فديس كدنيان جال على مراكز التزلج في كفر ذبيان اذانا بافتتاح الموسم، مؤكدا ايلاءه الاهتمام الكامل للسياحه الشتويه. وكنا عم نقول قبل شوي واجبتنا نحن كوزارة سياحة بإننا نسوق هيدي المنطقة ونسوق كل ما حسنا، وهيدا اللي رح نعمله من خلال تواصلنا مع كل منظمي الرحلات ومنظمي المؤتمرات والإيفنتس بالعالم، نقدر نبعثهم وعن نبعثهم أسبوعيا نحن نيوزلترز عم نخبرهم شو عنا، اللي هالأسبوع رح نبعث هيدي الصورة واللي أنا بتصور ممكن تلفت أنظار الكل. هاي المنطقة منقول هيدا ذهب لبنان الأبيض، هو التلج اللي هو بيمتاز فيه لبنان، هالمنطقة الله خاصة فيها وفي كل الاستثمارات الموجودة من مراكز تزلج وفنادق ومطاعم. أرقام هالسنة بظل تراجع إذا بدك نسبة الأمطار أثرت عليكم؟ هلا مثل ما قال معالي الوزير إنه أول شيء الصورة للمنطقة لازم نعطيها من خلال تنظيم السير، من خلال تنظيم تسويق المنطقة اللي كمان المعالي عم يشتغل عليه. أكيد الثلج تأخر، بس الأكيد أنه الصورة لازم تكون موجودة. ويبقى الاتكال على موسم واعد ينتظره أهالي المنطقة من موسم إلى موسم لاستثمار ذهب لبنان الأبيض. على قاعدة الكحل أحلى من العمى انطلق موسم التزلج في لبنان، ومع انفتحت المراكز أبوابها حتى توجه اللبنانيون إلى كفر ذبيان لممارسة رياضاتهم المفضلة. علاء صرحال، تلفزيون مستقبل. غيب الموت عملاق الزجل اللبناني زغلول الدمور بعد صراع طويل مع المرض، بعض مسيرته في عالم الشعر والزجل في هذا التقرير لشهير إدريس. عملاق تلو الآخر تخسره الساحة الفنية اللبنانية والعربية، صارع المرض حتى سن 93 فغلبه وغلب صوته الذي طالما صدح معبرا عن وجع الوطن الذي يفقد وجوه زمنه الجميل. هو أحد أكبر شعراء الزجل في لبنان، هو زغلول الدامور الذي طغى لقبه وصوته على اسمه الحقيقي جوزيف الهاشم. ولد في البوشرية عام 1925 وهو في الأصل من بلدة الدامور. منذ التاسعة من عمره سطع نجمه في مدرسة جديدة المتن الكبرى، حيث بدأ بكتابة الشعر وبترداده، فأصبح معلموه ورفاقه يقولون فيه هيدا الصبي ابن الدامور مزغلل وعم يكتب شعر، ومن يومها عرف بلقب زغلول الدامور. تتلمذ على يد جدته سيدة نمنم التي كانت تحسن النظم والغناء، ألف جوقته الأولى عام 1944 حيث غنى في كل قرية ومدينة في لبنان، وقام بأكثر من 120 رحلة إلى بلاد الاغتراب ولقب بسندباد الزجل اللبناني. ارتبط اسمه برفاق الدرب الشعراء زين شعيب وطليح حمدان وخليل شحرور وإدوار حرب وأسعد سعيد، ومن أشهر قصائده اعذريني يا حروف الأبجدية التي ارتجلها في افتتاح مباراة دير القلعة بيت مري عام 1971. كما أسس مع زين شعيب مجلة المسرح التي شهدت نجاحا كبيرا، وصدر له كتب بعنوان 50 سنة من الشعر الزجلي وعمر وسفر وبين القلوب والمرج الأخضر. بين الجاهل والمجهول يا موسى حد التفكير، شو بيجيبك للزغلول لما سيا
سين وجيم يصير لما سين وجيم يصير. وزير الثقافة غطاس خوري نعى الراحل الكبير قائلا برحيل الشاعر الهاشم الملقب بزغلول الدامور يفقد المنبر الزجلي أحد أهم رجالاته والذي يعتبر أول من أرسى دعائم المسرح الزجلي في لبنان. هو الذي فاقت شهرته جميع الشعراء وأصبح اسم زغلول الدامور مرادفا للزجل والمنبر والارتجال. زغلول الدامور كان وسيبقى في وجدان اللبنانيين جزءا لا يتجزأ من تراثهم. في النشط بعد الفاصل: أردوغان يتوعد بنقل العملية العسكرية من عفرين إلى منبج، واعتقال زعيم المعارضة الروسية خلال تظاهرات عمت البلاد. أهلا بكم من جديد. طالب الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بوقف شام لإطلاق النار في عدن التي شهدت اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي دعا إلى تظاهرة لإسقاط الحكومة. يأتي ذلك في وقت توقفت حركة الملاحة في مطار عدن. اليمن على فوهة بركان جديد مهدد بالانفجار، هذه المرة من عدن عاصمة الشرعية وأولى المدن المحررة من قبضة الانقلابيين، حيث التوتر القوي يخيم عليها وعادت الواجهة من جديد مع محاولات من الانفصاليين فيها لتأسيس دولة جنوبية مستقلة أدت لاشتباكات مع القوات الشرعية مما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح واقتحام مقر الحكومة الشرعية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي. وسريعا دعا الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إلى وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات من الطرقات، في وقت طالب رئيس الحكومة اليمنية الشرعية أحمد بن دغر التحالف العربي الذي تقوده السعودية للتدخل لوقف تحركات الانفصاليين لتمزيق اليمن. وأشارت الأنباء إلى أن الصدام اشتعل بعد دعوة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي للانفصاليين إلى تنفيذ تظاهرة للمطالبة باستقالة الحكومة الشرعية، إلا أن الوحدات التابعة للجيش الموالي لهادي منعهم من دخول المدينة الساحلية مما أدى إلى تدخل قوات انفصالية. وأفادت أنباء أن القوات الموالية للرئيس هادي أغلقت منطقة معاشيق وكراتر والشوارع الرئيسة بعدن، كما أغلقت مداخل مديرية خورمكسر وساحة العروض والخط المؤدي إلى المطار والخط البحري، وسط الحديث عن عودة مرتقبة للرئيس هادي إلى عدن. بدوره دعا التحالف الدولي الذي تقوده الرياض إلى أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية، مشددا على ضرورة عدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو إشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسة واللجوء إلى الحوار. وسط ذلك توقفت رحلات الطيران وأغلق مطار عدن الدولي بسبب الأحداث التي يشهدها الجنوب. أحكم الجيشان التركي والسوري الحر سيطرتهما على جبل برصايا الاستراتيجي المطل على المدن السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة والمدن التركية الحدودية التي كانت تتعرض للقصف من هذا الجبل. في هذا الوقت وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنقل العملية العسكرية من عفرين إلى منبج. هذا مقر القيادة بالمعسكر، الحمد لله من تم السيطرة عليه. الجبل الاستراتيجي برصايا الذي كانت تتخذه ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية لقصف المدن السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة والمناطق التركية الحدودية أصبحت تحت سيطرة الجيش الحر والجيش التركي. هذا ما أشار إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعقيبا على عملية غصن الزيتون لتحرير منطقة عفرين. وأكد أردوغان أن هناك من ينزعج حيال التعاون بين القوات التركية والجيش السوري الحر، متوعدا بنقل العملية العسكرية إلى منبج، في حين شدد على أن بلاده ليس لديها أطماع لاقتطاع أراضي من سوريا، بل تريد تأمين عودة أكثر من 3 ملايين لاجئ إلى ديارهم. وعلى جبهة أخرى تمكن الجيش التركي والجيش السوري الحر من تحرير قرية علي بسكي التابعة لناحية راجو وجبل قيزقلي وقصة الجندو
في وقت تحدثت الأركان التركية عن تحييد أكثر من 480 من عناصر البي واي دي والبي كي كي، مشيرة إلى أن العملية البرية المدعومة من القوات الجوية والمروحيات الهجومية متواصلة بنجاح وفق المخطط. وسط ذلك سقطت قذيفة صاروخية على قضاء ريحان التابع لولاية هاتاي جنوبي تركيا، أطلقتها عناصر الميليشيات الانفصالية من منطقة عفرين، مما أدى إلى إصابة طفل تركي بجروح طفيفة. أما سياسيا فلفت المتحدث باسم الحكومة التركية إلى أن أنقرة لن تقف موقف المتفرج إزاء محاولات تحويل منظمة البي كي كي الإرهابية إلى دولة إرهاب، معتبرا أن واشنطن لم تفي بوعودها لتركيا وأن تصريحاتها لا تتوافق مع الإجراءات التي تتخذها على الأرض، كاشفا عن استعداد الجيش التركي لتطهير مدينة بنبج. وفي الداخل السوري أطلق ثوار الغوطة الشرقية المرحلة الثالثة من معركة وأنهم ظلموا ضد كتائب الأسد والميليشيات الموالية له، وشنت هجوما بسيارة مفخخة مما أدى لمقتل أكثر من 13 عنصرا من النظام. كما كشفت المعارضة عن تفجير نفق حفره النظام بالقرب من إدارة المركبات في حرستا مما أدى لمقتل من بداخله، مما دفع بالنظام إلى قصف مدن الغوطة عبر الطيران الحربي والصواريخ. انضمت الإدارة الذاتية الكردية إلى لائحة المقاطعين لمؤتمر سوتشي الذي ينطلق غدا، فيما أظهرت نسخة مسربة عن البيان الختامي أنه يتضمن المبادئ نفسها لمفاوضات جنيف الثمانية. عراقيل كثيرة تعترض مؤتمر الحوار السوري الذي دعت روسيا أكثر من 1500 وفد للمشاركة فيه يومي الاثنين والثلاثاء في منتجع سوتشي جنوب البلاد. فبعدما قاطعت المؤتمر الهيئة العليا للمفاوضات التي تشارك في محادثات جنيف وهيئة التنسيق الوطني التابعة للمعارضة، على غرار ما فعل الشهر الماضي 40 فصيلا معارضا، انضمت الإدارة الذاتية الكردية إلى لائحة المقاطعين لمؤتمر سوتشي، وذلك بسبب العملية العسكرية التركية المستمرة في عفرين. وعشية انطلاق المؤتمر تناقلت وسائل إعلام عدة مسودة قالت إنها البيان الختامي لمؤتمر سوتشي، وتبين أنها المبادئ نفسها التي قدمها المفوض الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف في تشرين الثاني الماضي. وتتضمن الورقة المسربة 12 بندا، أبرزها الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة النظام والمعارضة تعديل الدستور برعاية الأمم المتحدة، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى توجيه دمستورة في ترتيب عمليات اللجنة الدستورية في جنيف. الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل البلاد ويختار نظامه السياسي بالوسائل الديمقراطية بدون أي ضغوط. الالتزام الكامل بسيادة سوريا ووحدتها أرضا وشعبا، التزام الدولة السورية بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية العادلة، سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية مبنية على المواطنة المتساوية، حماية حقوق الإنسان والحريات في أوقات الأزمات وعدم التمييز في الحقوق، الرفض القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف الطائفية والالتزام بمكافحتها، ضمان سلامة النازحين واللاجئين والمهجرين وحقهم في العودة إلى ديارهم. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الولايات المتحدة بقراراتها المنحازة لإسرائيل استبعدت نفسها كوسيط في عملية السلام. وفي كلمة أمام مؤتمر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، دعا عباس إلى إنشاء آلية جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة لقيادة عملية الوساطة، مطالبا الدول الإفريقية بعدم نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة. قتل 5 أشخاص هم 3 رجال وامرأتان في إطلاق نار داخل محطة لغسيل السيارات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وتضاربت الأنباء بشأن مصير مطلق النار، ففيما قالت بعض المصادر إن الشرطة قتلته، رجحت أخرى أنها لا تزال تطارده. اعتقلت الشرطة الروسية المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني مع 90 من أنصاره على هامش تظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد طالبت بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما اقتحمت الشرطة مكتب نافالني في موسكو واعتقلت عددا من أعضاء المنظمة التي أسسها تحت اسم صندوق مكافحة الفساد. بعد الفاصل في النشرة، تقنية جديدة لعلاج السرطان في الصين، وإجلاء المئات من باريس بسبب الفيضانات. أهلا
أهلا بكم من جديد. اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه لا يحق للمسؤولين السياسيين أن يستمروا في حالة اللاثقة والخوف من الآخر وأن يستمروا في خلافاتهم الحادة على أبسط الأمور، لأن ذلك يعرقل العمل المنتج في مجلس النواب ولجانه وفي الحكومة والإدارات. لا يحق للمسؤولين السياسيين عندنا أن يستمروا في حالة اللاثقة والخوف من الآخر. الكلام للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه قداس الأحد في كابيلا القيامة بالصرح البطريركي في بكركي. لا يحق للمسؤولين السياسيين عندنا أن يستمروا في حالة اللاثقة والخوف بعضهم من بعض والخلافات الحادة على أبسط الأمور والتناحر والاتهامات المتبادلة والسجالات المحتدمة، وكلها تعرقل العمل المنتج في مجلس النواب ولجانه والحكومة والإدارات. ولا يحق لأحد التفرد في القرار الوطني وفرضه على الجميع، ولا التطاول على القانون، ولا تعطيل الأحكام القضائية وقرارات مجلس شورى الدولة وقطع الطرقات وهيمنة النافذين والمسلحين. رأس الكنيسة قال في عظة الأحد: شعوب منطقتنا المشرقية يعانون من كل أنواع الوجع والألم والفقر والعوز من جراء الحروب الدائرة التي هدمت وقتلت وهجرت الملايين، وهم يستصرخون ضمائر حكام هذه الأرض والأسرة الدولية لإنهاء الحروب والنزاعات وإحلال السلام وعودة اللاجئين والنازحين إلى أراضيهم وأوطانهم. وشعبنا في لبنان بمختلف فئاته يعاني اقتصاديا ومعيشيا وبيئيا وأمنيا، فضلا عن العوز والبطالة وعن حرمانه من أبسط حقوقه الأساسية. نحيي كل الجهود التي يبذلها المسؤولون لمعالجة هذه المعاناة. وشدد البطريرك الراعي على أن لبنان لا يتكون من خطين متقابلين لا يلتقيان، بل من خطين متنوعين يلتقيان في وحدة وطنية محكمة. وأضاف: هذه هي العناصر الأساسية لتكوين دولة مدنية في لبنان، تنبع سلطاتها من الشعب لا من الدين. في صيدا تكريم مديرة ثانوية الدكتور نزيه البزري برعاية النائب بهية الحريري. برعاية رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري، أقامت أسرة ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية ولجنة الأهل في الثانوية احتفالا تكريميا على شرف المديرة غادة درز النادري تقديرا لمسيرتها التعليمية والتربوية. حفل التكريم الذي أقيم في قاعة بلدية صيدا حضره مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان وممثلون عن مطارنة صيدا وحشد من فعاليات المدينة. الحريري أشادت تميز الأسرة الصيدوية بنجاح بناتها وأبنائها في كل المجالات والتي جعلت من صيدا منارة للتعليم. هذه المدينة التي فتحت أبواب مدارسها على مدى عقود طويلة لأبناء الوطن، ومن صيدا انطلقت مسيرة إعادة الوحدة ولم الشمل ورفع آثار النزاع الطويل، ومن صيدا انطلقت قوافل العلم والمعرفة من بنات وأبناء كل لبنان إلى معاهد وجامعات العالم. ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية لم يكن الوقت عنصرا أساسيا في نجاحها، بل جاء نجاحها من الجهود الجبارة التي بذلتها منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها المديرة القديرة والمربية السابقة السيدة غاية. وألقيت كلمات نوهت بالمحتفى بها وبعدها قدمت لها الدروع التكريمية. توفي المواطن علي حمادي في المستشفى اللبناني الإيطالي في صور حيث كان يعالج من ضربة على الرأس بواسطة آلة حادة تعرض لها قبل أيام على يد ابنه الذي اعتدى عليه لأسباب مالية. تحركات الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ولجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي فضلا عن حملة لتنظيف شاطئ الصرفند وأخبار أخرى متفرقة في هذا الشهر.
نفذ الناجحون في الخدمة المدنية لوظيفة حراس أحراج ومحاسبين اعتصاما على الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري في بعبدة مطالبين بإيجاد وظائف لهم. أقيم في قاعة بلدة حلبة مؤتمر صحفي للجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي بحضور النائبين نضال طعمي ورياض رحال، وقد جرى تأكيد ضرورة وضع كل السبل الآيلة لتحقيق المطالب المحقة. أكد المدير التنفيذي لمؤسسة راني معوض ميشيل معوض خلال حفل تخرج أقيم في كفرزينة زغارتا أهمية تعليم الشباب وتدريبهم مهنيا وبناء القدرات والمهارات الحياتية لديهم ليتمكنوا من تحدي قدر الحرمان والتهميش المفروض عليهم ومنحهم فرصة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم. برعاية وحضور أساقفة صيدل الموارنة والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس، أقامت اللجنة الأسقفية للعلاقات المسكونية في الجنوب صلاة من أجل وحدة الكنائس، وذلك في كنيسة مار يوسف مجدليون بمشاركة حشد من المؤمنين. نظمت جمعية شعاع البيئة بالتعاون مع المركز اللبناني للغوص حملة لتنظيف شاطئ بلدة السرفند، حيث جمع المتطوعون كميات كبيرة من أكياس النيلون وعبوات التنك بالإضافة إلى الألعاب. مستشفى في الصين المتخصص بعلاج مرض السرطان يزرع الأمل لدى المرضى الذين يعانون من هذا المرض من خلال تقنية التجميد نانو نايف. كاميرا المستقبل سافرت إلى الصين للتحري عن هذه التقنية. تقرير غيدا شبيلي. حمل السرطان في أحشائه إلى أن قرر إبراهيم السفر من السعودية عبر القارات طالبا العلاج ولو حتى في الصين. أي مريض في أي مكان في العالم بحكم التقنية الآن يبحث في الانترنت عن مراكز العلاج في أي دولة من الدول. يعني هنا في مستشفى فودا للأمراض السرطانية يتبنى الأطباء نظريات يعتقدون أنها سبب نجاحهم المباشر في علاج حالات مستعصية من الأورام الخبيثة من خلال تقنية التجميد والنانو نايف بالإضافة إلى العلاج المناعي. بعد التشخيص ودراسة الحالة ومعرفة حجم الورم يبدأ الأطباء بالتحضير لإجراء تقنية التجميد، عملية جراحية بجرح يكاد لا يذكر. استئصال الورم من خلال الجراحة والعلاج الكيماوي تقنيات تستخدم أيضا في بعض الحالات بالإضافة إلى التقنيات الجديدة، فيما يشير فريق أطباء فودا إلى أن الحالات الأكثر نجاحا تلك التي تتعلق بعلاج سرطان البنكرياس والرئة والكبد والثدي. التجميل هو قتل مباشر للورم، قتل مباشر للورم عبر إدخال بروب أو تيوب إلى داخل الورم. نستخدم تقنية التجميد إلى درجة مئوية تصل إلى 170 تحت الصفر، تتحول الكتلة التي يتم استهدافها إلى كتلة ثلجية ميتة، ثم نعود إلى تسخين المنطقة إلى درجة حرارة الجسم 37 درجة 38 درجة. في هذه الحالة تكون العملية تمت. استخدمنا حوالي 10 إلى 15 دقيقة. ليش بعد اليوم بعد الأمرار بيقولوا لك أنه هيدي منا معترف فيها؟ الـ FDA معترف فيها، كثير من دول أوروبا الآن شغالين بالتجميد، لكن زي ما هو متعارف التجميد هي خبرة تراكمية. مستشفى فودا عمل خبرة تراكمية كبيرة من خلال الكم الكبير للمرضى الذي حضروا إلينا، وتم فعلا العمل على علاجهم بتقنية التجميد بشكل مباشر. كيتشينغ شو رئيس الأطباء في مستشفى فودا، حكايته مع سرطان الكبد طويلة، فلقد كان المريض والطبيب. يؤكد شو أن شفاء من المرض ليس مستحيلة، لكن أهم عوامل النجاح عبر اكتشاف المرض في مراحل مبكرة من الإصابة وراحة المريض النفسية. لأنني أكره العلاج الكيماوي وما يخلفه من آثار جانبية، أجريت علاج التجميد وتم استئصال الورم وتجميد الخلايا البسيطة المحيطة به لضمان السيطرة على انتشار الخلايا السرطانية وعدم عودتها مرة أخرى، وها أنا أمامكم الآن بصحة جيدة. نفقة العلاج تتراوح بين 15,000 إلى 30,000 دولار للجلسة الواحدة، ومع اختلاف حجم الورم يزيد عدد الجلسات، ما يشكل أحيانا عائقا أمام البعض خصوصا الذين يتكبدون معاناة السفر وتكاليفه.
تجارب علمية تجري باستمرار على مراكز الأبحاث العالمية لمحاربة مرض السرطان، وهو العلاج المناعي والتجميد يعطي بصيص أمل لكل المرضى الذين اصطدموا بحائط اليأس من مستشفى فودا للأمراض السرطانية في مدينة كوانزو الصينية. غيدا جويري، تلفزيون مستقبل. قرارات جديدة لفيسبوك تعطي الأولوية للمحتوى والأخبار المنشورة والصور من قبل الأفراد على حساب المحتوى المنشور من قبل الشركات، وهذه القرارات تطال لبنان أيضا. التقرير لباسل الخطيب. سياسات فيسبوك الأخيرة والتي قرر فيها إعطاء أولوية للمحتوى والأخبار المنشورة والصور من قبل المستخدمين الأفراد على حساب المحتوى المنشور من قبل الشركات والمؤسسات لاقت انزعاجا من قبل الشركات التي تقوم بتسويق منتجاتها وأخبارها على صفحاته. فما الهدف من هذا القرار؟ مارك زوكربيرج مؤسس ومدير فيسبوك عم بيقول انه بده يرجع لجذور أهداف فيسبوك اللي هو التواصل بين الأهل والأصحاب، وبالتالي من كثرة المحتوى المؤسسات والشركات ما عم بيكون في فسحة لمحتوى الأهل والأصحاب. لذلك فيسبوك عم بيقول إنه الأورجانيك ريتش تبع المؤسسات الإعلانية والتجارية حيصير كتير أقل، بالمقابل رح يفتح مجال أكثر للمحتوى من الأشخاص العاديين والأفراد. أكثر المستخدمين الذين سيتأثرون بالخطوة هم الشركات والمؤسسات، لأنهم سيضطرون لزيادة ميزانية الضخ على الإعلانات. اللي حيتأثر حاليا هو طبعا هاي المؤسسات والمعلنين، لأنه حيصير الصرف أكثر على الإعلانات، ورح يخف المحتوى اللي حيوصل مجانا. الحلول بهيك حالة أنه لازم يصير في تركيز على صناعة محتوى مميز أكثر. طبعا هيدي فرصة للي عنده محتوى مميز أنه يصير عنده وصول أكثر، لأنه المحتوى المميز هو اللي حيوصل. ميزانية زيادة لحتى يدفع كمان على الأخبار اللي بيحطها وعلى البوستات وعلى البارت الثاني. المحتوى المميز بينتشر على البروفايلات الشخصية، وبالتالي اللي عنده محتوى مميز أكثر حيصير عنده تميز أكثر، وإضافة لذلك حيكون في تأثير أكبر للإنفلونسرز اللي هن الأشخاص والأفراد العاديين. المبالغ التي يتم صرفها على التسويق الرقمي والإلكتروني فاقت في عام 2017 تلك التي تم صرفها على الإعلان التقليدي. تقريبا ب 2017 وصلنا لأنه عم ينصرف بحدود 200 مليار دولار على التسويق على السوشيال ميديا أو على الإنترنت إن جنرال، وحسب موقع ستاتيستا بيقول إنه هيدي أول مرة بيتفوق المصروف على السوشيال ميديا من المصروف اللي عم بيصير بالإعلان التقليدي، بالإعلام التقليدي اللي هو الراديو والتيفي. يعني المبالغ اللي انحطت على الديجيتال أغلب كتير تفوقت للمرة الأولى المبالغ اللي عم تنحط على الإعلام التقليدي، وفيسبوك عم تحاول تحصل على حصة أكبر من هيدا الصرف عبر سياسات مثل هيك. الخبراء يرون أن الخطوة هي دعوة للمستخدمين لصناعة محتوى أكثر تميزا وإبداعا للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور. أخبار منوعة من العالم في صفحة متفرقات سريعة. للمرة الأولى نشر الممثل الأمريكي الشهير توم كروز مقطع الفيديو الذي يظهر لحظة قفزه بين مبنيين خلال تصوير مشهد من الجزء السادس لفيلم ميشن امبوسيبل. هذه القفزة التي لم تتكلل بالنجاح عرضته إلى إصابة قوية في كحله، ما أجبره على الابتعاد مدة شهرين عن التصوير. وكشف توم كروز في مقابلة تلفزيونية أنه بعد الحادث أصر على مواصلة تصوير المشهد لأنه لم يرغب في إعادته، ومن ثم قيل إلى المستشفى. بين أهرامات الجيزة المصرية كان لقاء بين أطول رجل في العالم التركي سلطان كوسان وأقصر امرأة في العالم الهندية جيوتي أماج. وبعدما انتشرت صورهما ظهر الفرق الشاسع بين طول كوسان ابن 35 الذي يتخطى 2.50 سنتيمترا وأماج ابنة 20 عاما التي لا يزيد طولها عن نحو 60 سنتيمترا. في سويسرا انطلق مهرجان المناطيد الدولي بنسخته 40 على أن يستمر 9 أيام. في يوم الافتتاح حلق نحو 100 منطاد في السماء بقيادة أشخاص من 20 دولة وسط ظروف مناخية اتسمت بأجواء ضبابية. عندما بترت يده اليمنى لم يكن الأمريكي جيسون بارنز يتخيل أن هذه الذراع الاصطناعية ستساعده على مواصلة موهبة العزف على البيانو. هذه الذراع المصممة في معهد جورجيا للتكنولوجيا مزودة بتقنية الألترا ساوند، ما سمح لبارنز بتحريك كل إصبع على حدة على البيانو وغيره من الآلات الموسيقية.
أدى استمرار فيضان نهر السان للأسبوع الثاني على التوالي إلى تعطيل حياة غالبية الفرنسيين في العاصمة الفرنسية باريس، ويتوقع يتواصل فيضان النهر حتى الأسبوع المقبل في وقت أجلت السلطات 1500 شخص من منازلهم في منطقة باريس الكبرى. وإلى صفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط. طقس المتقلب بمكفى ومسيطر على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، تفاصيل كلها بعد شوي. هلا بنروح على الدول العربيه لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس 18 درجه، رباط 16، الجزائر 16 درجه، بغداد 14، دمشق 13، القدس 9، عمان 12 درجه، وبنختم مع الكويت 18، الدوحه 20، اما رياض بتسجل 17 درجه. هلا بننتقل على لبنان، بكره الاثنين طقسنا صحو، بالنسبه للحراره بتوصل اقصاها على الساحل ل 16 درجة، أدنيها 8، بالنسبة للجبل 6، أما بالداخل كمان بتسجل أقصاها 6 درجات. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ومنبلش جولتنا بعكار 10 درجات، طرابلس 12، الأرز درجة، الكورة 10 درجات، الهرمل 11، القاع 10، بعلبك 7، رياء 8 درجات. من كفي على جبال 14، ميروبا ناقص درجة، جونيا وبعبدا 16 درجة. بيروت كمان بتسجل الحرارة فيها 16 درجة. زحلة 6، شتورة 8، عنجر 9، مشغرة 13 درجة. جزين 12، رشاية 11، مرجعيون 13، بنت جبال 14 درجة، وبنختم مع صيدا سور وقانا 15 درجة. مثل ما ذكرت بكره طقسنا عم بيكون صحو، بالنسبة للحرارة بتوصل أقصاها ل 16 درجة، أدنيها 12، كمان بنحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية. بالنسبة للثلاثة والأربعة كمان بتستقر الحرارة على 16 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز توصل أدنيها للناقص 7 درجات. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. بدأ القانون مش هين ابدا. المشروط سنقود الانتخابات بلوائح مكتملة في كل لبنان، والجراح يؤكد ان تأجيل الانتخابات غير وارد. بعدما تكللت الجبال بالابيض، موسم التزلج ينطلق. عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عدن، والرئيس اليمني يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار. في الختام نشكركم على حسن المتابعة، ونترككم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.